زميل أيمن جادة. مشاهدينا الكرام أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قمة قمم الموسم الإنجليزي هنا في استاد الاتحاد، المعمعة المنازلة، المواجهة النارية بين العملاقين مانشستر سيتي وليفربول لحساب الأسبوع 21 من البريمير ليج. أجواء هستيرية في مدرجات ملعب الاتحاد. مان سيتي ثالث الترتيب العام أمام حتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار لتأمين بقية المشوار وتقليص الفارق مع ليفربول. المفاجأة هي طبعا عدم اعتماد سينشينكو اللي كان فرناندينو اللي كان في حوار مع روبرتسون الاسكتلندي. دفاع لليفر، هذه مباراة زلزال. فيرمينو وياتي ألكسندر أرنولد. أرنولد يوزع والكرة رحيم ستيرلينج. ستيرلينج رحيم رحيم لا يراوغ المتمرس الاسكتلندي. روبرتسون إلى الأمام لشكون محمد صلاح، لا يمر مع فينسان كومباني. غريبة، شنو هذا؟ شنو هذا؟ ليفربول، ليفربول المهول، ليفربول في ليفربول في جول. ومرة أخرى إيدرسون. قول أرنولد يحاول التوزيع والتصدي في الوقت المناسب من فانسون. يلمس الكرة سيلفا اللي يوزع لأغويرو، ولا الراية على الأرجنتيني، الراية على الأرجنتيني. كل هجمة بعقباتها. هذه الإعادة، دافيد سيلفا وصاني يوزع، فان دايك في الحماية، صاني يراوغ للفرقة المانشستراوية. رائع رحيم ستيرلينج في التمهيد. هذه الإعادة، فرناندينو كرة ولا أجمل. لينكدايز يبقى الهولندي منارة الدفاع لفريق ليفربول. برناردو سيلفا بكل هدوء لجون ستونز. إيدرسون يلعب بالنار، طويلة من إيدرسون سرانداك ومارك فيدوكا وهاري كيول وفريق ويرو. الأرجنتيني يعطي كرة في ظهر ديكان لوفران، يوزع. فيرجيل فان دايك، فيرجيل فان دايك أضع الكرة في الركنية، سرعة قياسية. فيرجيل فان دايك يعطي كرة لدانيلو اللي عديها لكون أغويرو. إنر لمحمد صلاح، صلاح يهد على الجميع، صلاح مع فيسون كومباني. وطبيعي وانه يفتك الكره، وطبيعي انه اكبر خط دفاع في البريمير. انتوني تايلور يقول لا، وهذه كره برناردو سيلفا. اغويرو، شنو هذا؟ زلزال، زلزال في ملعب الاتحاد. هدف الموسم، هدف الموسم الانجليزي. يا سريع ارجنتينيه عالميه، هدف الموسم الانجليزي. يا سريع ارجنتينيه عالميه، كون أغويرو وحده وحده. شنو هذا؟ لا 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 لا، من المستحيل. شنو هذا؟ لا 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 لا، من المستحيل، من المستحيل. خرافي. وأغويرو اخر هجمة وبالراس عند شكون. ترجع كرة لجيمس ميلنر، يحاول ليفربول ان يعود من بعيد، يعدي لابورت، لابورت يغير لكن اندرسون في التصدي. ترجع الكرة وما زالت الخطورة وامكانية لوريس ساني. ضاعت بول يعاني. هذه كرة لدانيلو، دانيلو، دانيلو يوزع كرة. يحافظ على كرته الألماني. رحيم 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 لا يراوغ روبرتسون. جون ستونز وماني يوزع والحمام الولادة. تعدي لأغويرو، استلام سريع من جانب دافيد سيلفا. سيلفا مرة أخرى، البرتغالي يعدي بامتياز كرة السير. وأندرسون
راح يوزع وفان دايك في التصدي في تقدير الخير لأندرو روبرتسون. روبرتسون يوزع وجون ستونز والتسويب، أرنولد بالتسويب خارج الميدان، فرصة كبيرة لليفربول، ذا هدف التعادل على الليبر. كرة لدانيلو، دانيلو يصاب غدارة، يسارية برازيلية لدانيلو. إذا مش موقوتة ألمانية في الملاعب الإنجليزية، لورا ساني يراوغ لابورت، ودي كرة لفازوكا بوناي، فيرمينو، لا 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 ومليون لا، هذا كون أجويرو. أجويرو مشاهدينا الكرام أول لاعب في تاريخ البريمير ليج، أرنولد اللي يوزع في القائم الثاني، كرة جول، ليفربول المهول، لا 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 يا إيدرسون موناش، هو ليفربول بنجوم الكبار ماني صلاح فيرمينو، رائع ليفربول. يورغن كلوب اشحت تنايا الماني، مانشستر سيتي يعاني. شوف الكرة، ارنولد يا سلام باليسار في القائم الثاني، وياتي روبرتسون يعطي كرة ذهبية لرأسية برازيلية فيرمينو. روبرتسون كرة ممتازة لمحمد صلاح، لكن فانسون كومباني اليوم، فانسون كومباني يعدي يراوغ، لكن صعب الكرة لأغويرو. فيها جول جول يسارية ألمانية، يسارية ألمانية، زلزال في مدرجات ملعب الاتحاد الألماني. صنع منه ليفربول يعاني، مانشستر سيتي مشاهدينا الكرام يأخذ الأسبقية للمرة الثانية بكرة رائعة وعالمية. أغويرو كان في وضعية تسلل على كورة أغويرو، لكن الكرة عدت من رحيم على طول. شوف الكرة، ليروي ساني باليسار، ليروي ساني fell came from Wijnaldum before he careered into Henderson. That's been booked. Led by Aguero. And there is Aguero! Wonderful! Fulminating! Fabulous! Fantastic! 7 goals in his last 7 league appearances here against Liverpool. Well, whether it does that or not, John, this is world class. This is absolutely incredible. I mean, he looked for the penalty when Van Dijk put his hand on his back, but he just got on with it again. Penalty by Danilo. David Silva. And Robertson. Here comes Trent Alexander-Arnold. Quite balanced enough. And there's a slight stretch really in the end, and that's why he cuts across it. Dancing behind the goal. Yeah, I don't think he quite. Danilo. Stationary, wasn't he, Alisson? And I think relieved in the end to see it drift away. Had been seen off, somebody would have blocked it. And having looked for the pass and not seen any thing. Well, I'll tell you what, I mean, Alisson, I think, is surprised that that came through. Arnold. Towards the back post, and Firmino, stooping header, making it one apiece. Just formation, and it's paid off. Liverpool much more adventurous in what they're trying to produce, and once this came in, it should have been dealt with, and you have to keep. Sané. 2-1. Is a proper response.
because he was the one initially who gave the ball away. And then when it came straight back, he's got the space. And they never looked like getting close enough to him, Liverpool.